عملنا هالحملة حملة لجمع الآلات الموسيقية. اجت الفكرة من حوالي شي سنتين بعد زيارتي المنطقة وشفت الأوضاع الصعبة اللي يعيشها أهلنا بالمنطقة وبالأخص الأطفال. يعني حاولت كإنسان مهاجر أو كموسيقي بالأخص إنه في شو يعني وظيفتي بهالمرحلة الصعبة اللي نمر فيها. شفت إنه في مجال يعني في لي مجال إنه أساعد أهلي، أساعد الأطفال، أساعد الناس، أساعد الصعوبات اللي أنا كطفل مريت فيها بصغري ما يمر فيها أي طفل من منطقتنا. بهالحملتنا جمعنا حوالي 250 آلة موسيقية وأجهزة صوت وميكروفونات، وطبعا الآلات هي آلات فيولين وفيولونشيلو، في كمان في جيتار، في ساكسفون، في ترومبيت، في أكورديونات، يعني وفي آلات إسبانية قديمة مثل ماندولين، عود إسباني. هدفي الأساسي من هالمشروع إنه توزيع الأطفال الفقراء، توزيع الأطفال الفقراء المحتاجين اللي بيحبوا الموسيقى وبيحاولوا يعزفوا آلات. المبادرة هي لتعليم الأطفال الموسيقى، الأطفال المحتاجين للموسيقى اللي يتعلموا الموسيقى واللي لا يملكون المال لشراء هذه الآلات. المبادرة لمساعدة الأطفال أو لمساعدة الأهالي لإبعاد الأطفال عن العنف. مشكورين الشباب اللي أعطونا آلات، استلمنا كم آلة كويسين ولو في بدنا أكثر من هيك، بس كمان كويس، كورنيت، ترومبيت، كمان آلات دوزان، ديابازون.